بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الإسلام، واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك. اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك، سبحانك وبحمدك. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا وأصحابنا وذوي أرحامنا ومن أوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا يا كريم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Badal umroh adalah melakukan umroh yang diniatkan pahalanya untuk orang lain yang sudah tidak mampu melaksanakannya sendiri karena telah wafat, udzur sakit, atau tua renta yang sudah tidak sanggup lagi diharapkan perjalanannya ke Mekah. Badal umroh bersama kami dilaksanakan sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Pelaksana oleh Ustadz pembimbing yang berpengalaman. Satu pelaksana badal untuk satu jiwa yang dibadalkan. Biaya 2 juta untuk satu jiwa. Insya Allah amanah dan profesional.